السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ في التوتوريال رقم 3 لمادة T 215A. التوتوريال بيتكلم عن الشبكات اللاسلكية والبروتوكولات المستخدمة فيها. أول معلومة هنتكلم فيها هو إيه الفرق ما بين الوايرلس لان وما بين اللان. كلمة وايرلس لان مقصود بيها شبكة لاسلكية بس بتشتغل في نطاق محدود زي بيت مثلاً. الفكرة بتاعت الوايرلس لان إنها بتسمح للأجهزة إن يحصل ما بينها وبين بعضها كوميونيكيشن، أو إن الجهاز يطلب خدمة من مثلا من سيرفر أو من برينتر في رينج معين بدون الحاجة الأسلاك. يبقى إذن الوايرلس لوكال أريا نتورك enables devices to communicate with each other، بتسمح للديفايسز الأجهزة اللي موجودة عندي إن يحصل ما بينها وبين بعضها كوميونيكيشن without كيبلز، من غير ما يكون في استخدام كابلات. طبعا احنا بنستخدم حاجه اسمها الراديو ويف سيجنالز، هنعرفها قدام شويه. في حاله اللان اللي هي اللوكال اريا نتورك، هي عباره عن نتورك بتديني الاكسس للسيرفيسز والابلكيشنز اللي موجوده عندي، لكن بيكون في نطاق محدود ممكن يوصل لواحد كيلو او ممكن تكون حتى 10 كيلو. السؤال اللي جاي ده سؤال مقالي ممكن يجي في الامتحان. هو بيقول لي هنا اذكر بعض استخدامات الوايرلس لوكال اريا نتورك اللي ممكن تكون فعالة أكتر من اللان. أحيانا بيكون في مواقف معينة كده بتلاقي استخدام الوايرلس لان أسهل من اللان. على سبيل المثال لو أنا عندي مبنى أثري والمبنى دوت أنا عايز أركب فيه شبكة عشان مثلا إنترنت أو غيره، هل هروح أحفر في الجدران وأركب كابلات؟ لا. طيب إحنا عاملين مؤتمر أو عاملين معرض، المعرض دوت عايزين نوفر خدمة إنترنت مش عايزين نعمل كابلات، يبقى هنستخدم وايرلس لان. مستشفى، من الأسهل في المستشفى إن أنا أدي لكل عميل أو دكتور أو ستاف مثلا أدي له لابتوب مثلا أو بي دي إيه أو آيباد مثلا، والآيباد شغال وايرلس. يبقى إذا السؤال بتاعنا يقول list scoring some situations where the wireless local area network can be more effective، حتكون أكثر فعالية من الوايرد لان. الفقرة الأولانية بيقول لي إن الوايرلس لوكال أريا نتورك بيكون لها greater flexibility، مرونة عالية في الأماكن الخاصة بالمكاتب اللي بيكون فيها الكوست مرتبطة بالتغييرات اللي أنت بتعملها في المكتب، طبعا بالإضافة لتغيير الفرنيتشر اللي هو الأساس. النقطة الثانية بيقول لي في حالة الميديكال ستاف اللي هو طاقم المستشفيات الطبي أو المستوصفات الطبي اللي احنا هنوفر له هاند هيلد كمبيوترز زي أجهزة الآيباد أو أجهزة البي دي إيه اللي هي البيرسونال ديجيتال أسيستنت، هنديهم أجهزة شغالة وايرلس ونسمح لهم إن هم يوصلوا للبيانات الخاصة بالمرضى مباشرة عن طريق الشبكة اللاسلكية. في المدارس والجامعات الوصول للمعلومات هيكون أسهل، الخاصة بالتعليم هيكون أسهل من استخدام كابلات. مش معقولة هعمل لكل طالب من الطلبة اللي موجودة عندي كابل عشان يدخل على الكمبيوتر والكلام ده، خلاص العصر ده انتهى، بقى كل الطلبة معاهم آيباد والآيباد متوصل على الشبكة وايرلس وفيه سيرفر والكلام ده. رقم 4 بيقول لي في حالة المباني القديمة أو المباني الأثرية أحيانا بيكون تركيب الكابلات مكلف جدا ممكن يدمر المبنى، فهو بيقول لي the installation تركيب of a cost effective network network ذات كفاءة عالية في موضوع التكلفة for older building حالة المباني القديمة. لو أنا هنرمي كابلات يبقى المفروض إنه هيكون صعب جدا وهتكون التكلفة بتكون عالية. آخر نقطة هو بيقول لي في منطقة مثلا الاكزيبيتيشنز أو اللي هي المعارض والمعارض والمؤتمرات اللي هي بتوفر خدمة انترنت بصفة مؤقتة للزوار بتاعها. يبقى ديت الحالات اللي ممكن تكون الوايرلس لوكال اريا نتورك اللي هي الواي فاي مثلا أفضل من الوايرد لان. نتنقل لنقطة تانية هنتكلم على الوايرلس كوميونيكيشن. مبدئيا كده انا عندي اشارات الراديو او الاشارات اللي انا بستخدمها في نقل البيانات ما بين الاجهزه وبعضها عن طريق الوايرلس هي
جزء من الترددات الموجودة في السبيكتروم. إيه هو السبيكتروم؟ في حاجة اسمها فريكوانسي سبيكتروم. الفريكوانسي سبيكتروم ده هو عبارة عن رينج من الترددات بيتراوح مثلا من 3 كيلو هرتز زي ما حضراتكم شايفين لغاية 300 جيجا هرتز. الترددات دي بيتم استخدامها في كل حاجة، منها ترددات بيتم استخدامها في الحوارات مثلا أو الكوميونيكيشن ما بين الغواصات وبعضها، أو ما بين السفن وبعضها، الأقمار الصناعية، البث الراديو، بث التلفزيوني، أقمار الصناعية والساتلايت. يبقى إذن إشارات الراديو هي جزء من الترددات الموجودة في السبيكتروم اللي هو موضح لحضراتكم دلوقتي. إشارات الراديو بتكون موجودة غالبا ما بين 3 كيلو لغاية 300 جيجا هرتز. أشهر استخداماتها في حالة الموبايل، في الواي فاي، في الميكروويف، في الكوميونيكيشن اللي بيتم عن طريق الأقمار الصناعية. طب إشارات الراديو دي بتيجي إزاي؟ والله هي ممكن يتم إنتاجها صناعيا عن طريق دوائر إلكترونية معينة وبنستخدم لها ترانسميتر عشان يبعت الإشارة، أو إنه بيتم إنتاجها طبيعيا عن طريق حاجة اسمها الإشعاع الكوني. طب إشارات الوايرلس دي هل بتمشي في طريق واحد من السورس للديستنيشن دايركت؟ لا، المفروض إن هي بتنتشر زي ما حضراتكم شايفين هنا في حالة البرج ده. فالمفروض إن الإشارة بتطلع من البرج مش في اتجاه واحد، لا هي بتمشي في مسارات دائرية. يبقى نبدأ، بيقولي إن الراديو ويفز أوكيرز بتحصل ناتشرالي بصورة طبيعية في الانفايرمنت في البيئة بتاعتنا، وهي ناتجة عن الإشعاع الكوني اللي هو كوزميك راديشن. لكن طبعا في أغراض الاتصالات بتاعتنا المفروض إن احنا بنستخدم إلكترونيك سيركتري، يعني دوائر إلكترونية عشان تولد الراديو ويفز. طب بيتم إرسالها إزاي؟ بيتم إرسالها عن طريق اللي هو الراديو ترانسميتر. هنا بيقول لي إن الراديو ويف هي عبارة عن بارتيكولار جروب، مجموعة معينة من الإلكتروماجنتيك ويف. الإلكتروماجنتيك ويف يعني موجات كهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية هي عبارة عن إشارات بتكون مكونة من إلكتريك فيلد، مجال كهربي، ومجال مغناطيسي، عشان كده اسمها إلكتروماجنتيك. المجال الكهربي والمجال المغناطيسي بيكونوا متعامدين مع بعضهم أو على بعضهم، و متعمدين على اتجاه انتشار الإشارة. طيب الراديو ويف دي من أهم الخواص بتاعتها اللي هو التردد اللي هو الفريكوانسي. الفريكوانسي بتاعها بيتراوح ما بين 3 كيلو هرتز لغاية 300 جيجا هرتز. طبعا الترددات الأعلى من 300 جيجا هرتز أنا ما أقدرش أستخدمها في عملية إرسال البيانات، لأن اللص أو الفقدان في الإشارة أو الضعف في الإشارة بيكون كبير جدا جدا، فحتى لو أنا بعت الإشارة من السورس للديستنيشن مش هتوصل. يبقى إذا الفريكوانسيز اللي بتتراوح ما بين 3 كيلو هرتز و 300 جيجا هرتز بيسموها الراديو فريكوانسي سبيكتروم. طيب الراديو فريكوانسي سبيكتروم دي المفروض إنها بتنتشر، بيحصل لها بروبيجيشن من السورس للديستنيشن in all direction، في كل الاتجاهات زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني ما بتكونش في اتجاه واحد فقط. الإشارات دي ما بتطلع من السورس بيحصل لها attenuation، بتضعف كل ما بعد عن السورس اللي تطلع فيه الإشارة. عايزين نعمل مقارنة ما بين الترددات المنخفضة اللي هي low frequency والhigh frequency. طيب هو بيقول إنه في حالة low frequency الرينج اللي بتنبعت فيه الإشارة بيكون رينج منخفض. لازم حضراتكم تفهموا العلاقة ديت، إن أنا عندي في قانون بيقول إن C بتساوي لمدة في F، أو اللي هي سرعة الضوء بتساوي طول الموجة للإشارة مضروب في التردد. يبقى إذا السين أو سرعة الضوء بتساوي طول الموجة مضروب في التردد، وإن العلاقة ما بين الفريكوانسي والطول الموجة اللي بتنبعت فيه الإشارة علاقة عكسية، عشان كده حضراتكم تلاقوا هنا اللو فريكوانسي يبقى الإشارة هتنبعت لمسافة بعيدة، لكن هنا الهاي فريكوانسي يبقى المفروض إن الإشارة هتنبعت لمسافة صغيرة. على سبيل المثال حضراتكم عارفين التردد المستخدم في شبكات الواي فاي، التردد ده هو 2.4 من 10 جيجا هرتز. طب ده تردد كبير، يبقى المسافة اللي حاضر ابعت فيها الإشارة هتكون مسافة صغيرة، عشان كده شبكة الواي فاي بتكون شغالة في مساحة ما بتزيدش عن 100 متر. لكن مثلا تردد 100 ميجا هرتز اللي هو الخاص بإذاعة القرآن الكريم، التردد دوت صغير فأقدر أبعته لمسافة بعيدة، يعني بيكون في مثلا إذاعة الرياض
إذاعة الرياض بنبعت الإشارة على تردد مثلا 100 ميجا هرتز، بينبعت يشمل الرياض كلها، مثلا ممكن يكون 120 كيلو. يبقى إذن أول خاصية، لو أنا عندي تردد منخفض فالمفروض إن المسافة اللي هتنبعت فيها الإشارة هتكون كبيرة، الأتنويشن بتاعي بيكون صغير، بمعنى إن كل لما يزيد التردد اللي موجود عندي كل لما يزيد الأتنويشن، كل لما يزيد مقدار الضعف اللي بيحصل في الإشارة. يبقى اللو فريكوانسي هيديني لو اتنويشن، كمان هتديني حاجه اسمها لو بيت ريت، السرعه بتاعتها بتكون قليله او كميه البيانات اللي اقدر انقلها على البيت على الاشاره دي بتكون قليله. طيب احنا نستخدم اللو فريكوانسيز دي اللي حابب ابعت عن طريقها الاشاره لمسافات بعيده في ايه؟ في النافيجيشن اند اللونج رينج برودكاستنج. لو حضراتكم شايفين هنا التردد اللي هو 3 كيلو هرتز، المفروض ان الطول الموجي بتاعه او المسافه اللي اقدر ابعت فيها الاشاره ممكن يوصل ل 100 كيلو متر. طبعا هنا هو رسم لي غواصات او سفن بنستخدمه في حاله المارين نافيجيشن سيجنال. طيب الهاي فريكوانسي، خلينا نقول مثلا في حاله التلفزيون، الهاي فريكوانسي الطول الموجي بتاعه بيكون قليل، لان انا قلت لحضراتكم ان العلاقه ما بين الطول الموجي والفريكوانسي علاقه عكسيه، فلو ده هاي فريكوانسي يبقى الطول الموجي بتاعي هيكون صغير. الاتنويشن لو مقدار الضعف اللي بيحصل في الاشاره بيكون كبير، السرعه الناتجه عن الاشاره او البيت ريت اللي بيطلع من الاشاره دي بيكون عالي، عشان كده احنا في الواي فاي بنستخدم 2.4 جيجا هرتز، يبقى المسافه اللي هتنبعت فيها الاشاره هتكون صغيره، يبقى سرعه نقل البيانات اللي بتطلع عنها بتكون كبيره. بنستخدمها في حاله اللاين اوف سايت ترانسميشن، يعني لازم يكون في رؤية متبادلة ما بين السورس والديستنيشن، زي على سبيل المثال اللي هي إشارات الإنفراريد، لازم الترانسميتر والتلفزيون يكونوا شايفين بعض. لو أنا في غرفة تانية وبستخدم الترانسميتر عشان أطفي التلفزيون مش هينفع. ليه؟ لأنه لازم يكون فيه أونلاين لاين أوف سايت، رؤية متبادلة ما بين الترانسميتر والريسيفر. يبقى دلوقتي المثال بتاعي هيكون المايكرويف كوميونيكيشن لينك. نتنقل لنقطة تانية، بيقول لي ان الفاكتورز او العوامل اللي بتاثر على البروبيجيشن ديستانس، يعني ايه هي العوامل اللي بتاثر على المسافه اللي اقدر ابعت فيها الاشاره؟ اول حاجه السيجنال فريكوانسي، ما انا قلت لحضراتكم ان كل ما بيزيد التردد كل ما بيزيد الاتنويشن. يبقى دلوقتي والله انت بتستخدم تردد منخفض، يبقى المفروض ان الاشاره هتنبعت لمسافه بعيده، يبقى الاتنويشن بتاعها هيكون صغير. لكن لو انت بتستخدم تردد مرتفع يبقى الاتنويشن بتاعك هيكون عالي، يبقى المسافة اللي تقدر تبعت فيها الإشارة هتكون مسافة صغيرة. النقطة الثانية الـ design of the equipment، تصميم المكونات أو الأجهزة نفسها. ما هو كل لما تكون الباور الخاصة بالترانسميشن عالية كل ما الإشارة تقدر تبعت المسافة بعيدة، بس المشكلة إنه هيحصل فيها attenuation عالي. يعني لو أنا عندي مثلا واحد بيتكلم صوته عالي يبقى الباور بتاعته عالية، هيقدر يبعت الإشارة لمسافة أكبر. النقطة الثالثة اللي هي الريسيفر سنستيفيتي، الريسيفر الطرف الثاني دوت حساسيته لاستقبال الإشارة قد إيه؟ لو الريسيفر سنستيفيتي بتاعته عالية فمعنى كده إنه هيقدر يلقط الإشارات حتى الضعيفة منها، إنما لو السنستيفيتي بتاعته منخفضة فمعنى كده إنه هيستقبل الإشارة بس بصورة مش مظبوطة. آخر حاجة نتكلم فيها اللي هي البروبيجيشن باث، مقصود بيها إيه؟ مش أنا عندي سورس وعندي ديستنيشن، المفروض ان المسار اللي موجود ما بينهم دول هل فاضي، هل في الفراغ او في الفري سبيس، ولا ما بينهم هما الاثنين فيه مثلا غابه، في مباني مش شايفين بعض، في شبكات لاسلكيه تانية. كل العناصر دي بتاثر على الاشاره المرسله من السورس للديستنيشن. فهو بيقول لي هنا في الكلوزد اريا زي المباني المفروض انه فيه بعض الاجزاء او الاجسام، طبعا انا لما ببعت الاشاره من السورس للديستنيشن المفروض ان الاشاره ما بتوصلش كده مباشره دايركت، ده بيحصل لها بهدله في الطريق، ممكن يحصل لها حاجه اسمها ريفليكشن زي ما حضراتكم شايفين كده، ريفليكتيف سيرفيس. ريفليكتيف سيرفيس دي زي الاسطح المعدنيه، الاشاره بتنعكس، تخبط في الجسم دوت وتنعكس، وبعدين ممكن يحصل لها حاجه اسمها ديفراكشن، حيود. الحيود دوت اما الاشاره تتنقل من وسط لوسط بيختلف عنه في الكثافة، يعني مثلا زي في طبقات الغلاف الجوي، طبقة الأيونوسفير
مختلفة عن الطبقة اللي فوقها، فبيحصل حاجة اسمها diffraction. في حاجة كمان اسمها scattering، تشتت للإشارة. لو الإشارة اللي موجودة عندي ضربت في شجرة، الشجرة مكونة من ورق، طول الموج بتاعه بيكون صغير فبيكسر الإشارة. كمان في موضوع اسمه attenuation. attenuation يعني ضعف، يعني الإشارة بتضعف. أصل الإشارة اللي موجودة عندي دي بتخبط في أجسام، كل جسم ممكن ياكل جزء من الإشارة. يعني لو الإشارة ضربت في باب خشب هياكل منها جزء شوية، لو خبطت مثلا في خرسانة أو في إزاز، كل دي عناصر أو مواد بتاكل جزء من الإشارة. يبقى هنا بيقول لي في حالة الأماكن المغلقة زي المباني، فإن بعض الأجزاء أو الأجسام هتعمل أبزورب، هتمتص الراديو سيجنال، لكن البعض الآخر زي الميتال فايلينج اللي هي الأسطح المعدنية وبعض الجدران مثلا أو الأغطية اللي بنستخدمها على الجدران، هتعمل ريفلكت للراديو سيجنال، هتعكس إشارات الراديو، وبالتالي تديني مسارات مختلفة عشان الإشارة توصل للريسيفر. يبقى الإشارة طالعة من الترانسميتر هتخبط في الجزء دوت، وبعدين تروح عند الريسيفر تخبط في، تطلع من هنا تخبط في الجزء ده تطلع عند الريسيفر برضه. طبعا الرمز اللي هو ده رمز الأنتنة. يبقى هنا بيقول لي إن الأوفرول إفكت أو التأثير النهائي للمالتي باث إنفايرمنت، مالتي باث مقصود بيها أكتر من مسار، يعني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اللون الأزرق ده مقصود بيه إن الإشارة اللي هتطلع دايركت. المسارات المختلفة معنى كده إنه هيوصل الريسيفر أكتر من نسخة من الإشارة. على سبيل المثال عشان تفهموها أكتر، زي موضوع صدى الصوت، هنا في طرف وهنا في طرف تاني. الأخ ده بيتكلم، لكن الإشارة اللي هيوصلها عند الأخ ده اللي هو الريسيفر، فالمفروض إن هي تكون المحصلة بتاعتهم، شوية كلام هيكون داخل مع بعض. يبقى إذا دلوقتي إن الأوفرول إفكت، التأثير النهائي للمالتي باث إنفايرمنت، بيعتمد على إيه؟ على عدد الأسطح أو الريفلكتيف سيرفيس اللي موجودة، على المسافة ما بين الترانسميتر والريسيفر، على الإكيبمنت ديزاين زي ما قلنا اللي هو السنسيتيفيتي أو الترانسميشن باور بتاعته، وعلى الراديو تكنولوجيز اللي أنا بستخدمها. كلمة مالتي باث فيدنج مقصود بيها وصول أكتر من نسخة للريسيفر، زي ما حضراتكم شايفين كده، ده برج او ده ترانسميتر، فالترانسميتر بيبعت الاشاره مباشره من السورس للديستنيشن، ده دايركت. لكن الاشاره دي نفسها لانها بتنتشر في مسارات دائريه او في شكل دائري، هيطلع منها جزء يروح يخبط في الطياره دي ويجي واصل عند ده، جزء من هنا يخبط في الجبل ده ويجي واصل عند السياره، جزء من هنا هيخبط في المبنى دوت ويجي واصل عند السياره. فالريسيفر هنا ما بيوصلوش نسخه واحده من الاشاره، لكن بيوصلوا مجموعة من الإشارات. يبقى إذا بيحدث المالتي باث فيدنج عند وصول أكتر من نسخة من الإشارة عند الريسيفر، واحدة منهم بيكون مباشرة اللي هي الدايركت، والباقيين بيكونوا ناتجين عن الانعكاسات على المباني. طبعا ده بيؤدي لوجود حاجة اسمها انترفيرنس. انترفيرنس يعني تداخل ما بين الإشارات، تلاقي الإشارة بتاعتك أحيانا بتبقى قوية والإشارة ساعات بتبقى ضعيفة. على سبيل المثال لو حضرتك راكب سيارة وماشي، فالمفروض إنه مثلا لو بتنزل تحت نفق تلاقي الإشارة تبقى ضعيفة، تطلع فوق تلاقي الإشارة قوية. أو لو أنا ماشي في البيت ماسك التليفون وعمال بتكلم في البيت، ممكن تحت في أماكن معينة من البيت ألاقي قوة الإشارة بتكون عالية، وأماكن تانية ألاقي الإشارة بتكون ضعيفة. نأكد على التعريف ده لأنه مهم. يبقى إذا المالتي باث فيدنج بيحصل إمتى؟ happens when الريفليكتد سيجنال اللي هي الاشارات المنعكسه اللي هي ديت اللي هي من الطياره ومن الجبل والمبنى reach the receiver at a different time، عند وقت مختلف. ما هي الاشاره دي هتاخد مثلا ثانيه، دي هتاخد ثانيتين، دي 3 ثواني، دي 4 ثواني، فهيوصلوا كلهم بس في اوقات مختلفه. فبيحصل حاجه اسمها انترفيرنس، او بيسموها انتر سيمبل انترفيرنس، اللي هو التداخل ما بين الاشارات وبعضها. ده بيعمل ايه؟ بيعمل attenuation، بيضعف الإشارة الكلية وبيديني errors. يبقى إذن المالتي باث فيدنج is what happened، بيحصل هو إن reflected signal الإشارات المنعكسة بتوصل للريسيفر at a different times compared to the direct line of sight signal and can act وبيديني interference وبيضعف الإشارة اللي موجودة عندي. طيب
أنا عندي نوعين من الإشارات، في إشارة أنالوج وفي إشارة ديجيتال. هي مين الأفضل في الإرسال؟ الأفضل في الإرسال هي الإشارة الأنالوج، لكن الداتا اللي موجودة عندي بتكون ديجيتال. طب أنا هعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها موديوليشن، إن إحنا بنحمل الإشارة الأنالوج، أو آسف، بنحمل الإشارة الديجيتال على الإشارة الأنالوج. العملية دي بيسموها موديوليشن، وبتتم عند الترانسميتر. طب عند الريسيفر إيه اللي هيحصل؟ عند الريسيفر فالمفروض إنه بيعمل حاجة اسمها دي موديوليشن، يعني بيعكس العملية دي، يعني بيرجع أو بيستخلص الإشارة الأنالوج، أو آسف، الإشارة الديجيتال من الإشارة الأنالوج. يبقى إذا at the sending end عند المرسل، الرسالة اللي موجودة عندي بيحصل لها سوبر امبوزد، بتتركب على كارير ويف اللي هي الإشارة الحاملة. دي عملية بيسموها موديوليشن. عند الطرف الثاني هيحصل حاجة اسمها extraction، استخلاص للكارير ويف من الداتا نفسها، وطلع الرسالة أو المسج. العملية دي بيسموها demodulation. في مصطلح اسمه multiplexing. multiplexing يعني دمج أو خلط مجموعة من الإشارات عشان أبعتها على نفس اللينك. يبقى إذا المالتيبلكسنج يسمح لـ multiple data signal to be transmitted at the same time over the same channel. يبقى أنا بدمج أو أخلط مجموعة من الإشارات عشان أبعتها على نفس اللينك، وبالتالي أستخدم اللينك أو الميديم اللي موجود عندي دوت بصورة أكتر كفاءة.